لاعب صاحب القميص 28. عقلة لا تستحق، تستحق يا ده موري، أليساندرو موري، أليساندرو موري نونيز هو من التحم. 32 سنة موري، لاعب سابق في سانتوس من عام 2008، وهو هنا في صفوف الأبيض كابتن وقائد الفريق أليساندرو موري. أليساندرو موري نونيز، ضربة حرة مباشرة، هذه أليساندرو صاحب القميص رقم 2، وضربة حرة مباشرة لصالح فريق فاسكو دي جاما على التنفيذ جونينيو، وهذا هو جونينيو، هذا هو من نعرفه صاحب القميص رقم 8. لكن جوليو سيزاريا تألق في كورة هي الأخطر، هي التصويب الأرقى، هي التصويب الأدق من المتألق البرازيلي الكبير جونينيو. الكرة إلى ضربة ركنية، ركنية للعملاق الأسمر الكبير فاسكو دي جاما. جونينيو على التنفيذ في كرة عرضية تتشتت أمامية من فابيو سانتوس، تعود الكرة في هجمة مرتدة، كونتر أتاك سريع، قد يكون هو الأخطر في شوط المباراة الثاني. جورجو هنريكي وعرقلة، عرقلة وضربة حرة مباشرة، هي هذه لقطات للمناطق المجاورة لملعب المباراة، ملعب كلاب دي ريجاتس فاسكو دي جاما في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، العاصمة البرازيلية، مقاطعة هناك، مقاطعة فاسكو دي جاما والعاصمة البرازيلية. بمشيئة الله سيكون مونديال 2014، والذي سيكون هنا حصريا على شاشة الجزيرة الرياضية بمشيئة الله سيكون في البرازيل، أما مونديال 2018 سيكون هناك في روسيا، والمونديال الأدق سيكون 2022 بمشيئة الرحمن في عمق الوطن العربي هنا في الدوحة. انطلاقة من جديد في الجبهة اليمنى، كرة عرضية طويلة لكن بعيدة يا لويس، بعيدة بعيدة الكرة، بعيدة لويس، لكن جوليو سيزار الدفاع يعتمد، جوليو سيزار يعني ينوب عن المدافعين ويخرج الكرة.